السلام عليكم، اهلا بكم في البرنامج التعليمي الجودو. طيب دلوقتي عايزين نرسم شكل كده، تمام؟ ده يعتبر مثلا هنعتبره زي اناء، وهبدا اخد مثلا جزء منه بالشكل دوت. هعتبر ان الجزء دوت ليكويد، ده عباره عن سائل اهوت، تمام؟ وخلينا نبدا نرسم شكل معين هيسقط فيه، وخلينا نعتبر ان الشكل دوت الماتيريال بتاعته عباره عن وود، ونقول له اعمل التجربة. طبعا الخشب بيطفو. طيب خلينا نختار شكل اخر. الشكل دوت ممكن نختار بقى ان هو الماتيريال بتاعه مثلا ستيل، فهيفضل موجود جولد. طيب هنختار ان هو غاز بالشكل دوت، هنلاقيه طلع وطلع لفوق خالص بقى بغير رجعة. طيب نختار ماتيريال اخر اهوت، تمام؟ طبعا ممكن نوقف عشان ندرس كل ماتيريال. فنبدأ نشوف الماتيريال دي، مثلا ممكن نخليها مثلا ايس، تمام؟ ونبدأ نشوف هيحصل لها ايه لما نحط شوية تلج في قلب المية. الاتنين قريبين من بعض. طيب خلينا نحط مثلا حاجة تانية كده، زي ما تشوف الكتلة بتاعتها كبيرة فخلت المية تخرج بره، تمام؟ خلينا نختار مثلا الماتيريال بتاعتها مثلا ديت او ستون، تمام؟ اهيت. طبعا تقدر تختار الجيومتري اكشن بتاعتها، او يعني يمكن انت تختار الحاجات الخاصة بيها. طيب خلينا نختار مثلا حاجة تكون كبيرة كده، تمام؟ وخلينا نختار الماتيريال بتاعتها مثلا جولد مثلا، تمام؟ وخليها تسقط، خلت في مية برضو تسقط. انت طبعا ممكن تبدأ تدرس كل العناصر اللي موجودة، تدرس الفورس بتاعتها وتدرس الفاليو بتاعتها قد ايه، وكل حاجه تقدر تعملها الدراسه بتاعتها، تمام؟ خلينا مثلا نمسك كده الخشب دي، نحاول ننزلها كده. اي اي اي، راح فين راح فين؟